حجي صباح الخير. احنا اتفقنا وياكم من تنزلون للشارع وسووا لكم الخط من جامع النداء باتجاه المدينه المقدسه، ما قالوا توقف اكثر من 10 دقائق ولا تقبل؟ كم نفر يا سيارتك؟ ها؟ ايش كم راكب سيارتك؟ 40. يعني اذا انت في تقبضها 40 نفر وتطلع، ايش قد يراد لك وقت؟ هوايه هوايه. زين، هو الشارع عرضه يشيل سيارتين وانت واقف ماخذ لك سايد كامل، يصير هالحكي هذا يا اخي؟ احنا اتفقنا ويا الشركه العامه لنقل المواصلات، النقل الخاص، انه انتم متوقفون وانت ماشي. انت هسه سويت بالشارع؟ قطعت الشارع. اسمح لي بما انه انت حكومي. سيدي دي نزل هم المشكله النسوان. المشكله النسوان والله. انت المشكله دي نزل، يعني اقول لها انزلي بنص الشارع اختار. وديتها هناك تقول لي وين وديتني؟ أيه؟ الامام صار بعيد. على عيني وعلى راسي. لازم تختار المكان المناسب. شلون؟ يعني انت هنا راح تعرض نفسك للمخالفه. اذا تريد تتجنب المخالفه تطبق لي قدام. سيدي فيما يخص هذا الموضوع مقدم حيدر عيني، فيما يخص هذا الموضوع ونشوف انه ممكن يكون تاثير جدا قوي على الشارع بالانسيابيه طبعا خاصه هي مركبات كبيره. صحيح. شنو اجراءكم فيما يخص هذا الموضوع؟ هو احنا بالنسبه لنا كشارع نتعامل وياه كانما سياره مدنيه. نعم. وين كانت حكوميه؟ صحيح. فهذا سيتحاسب. نعم. يتحاسب شرد حاسبه. نعم. على الوقوف الممنوع هو وقوف ممنوع على عدم الامتثال لاشاره رجل المرور، انه المرور صار أكثر من 5 دقائق يقول له اطلع ما يطلع. نعم. فلذلك يتحاسبوا. إجازتك وسنويتك؟ زين هون. إجازة عندك حجي؟ نعم. إجازتك وين؟ هذا إخراجي. ها؟ هذا الإخراج مال الدائرة مالتنا. مال خروجية مالنا شغل؟ إي خروجية. لا إحنا إجازة. إجازة. إجازة وتسمى تبقى بالدائرة. فاهم. إي. عيني. قصة غرامة على الوقوف الممنوع. أنا ما أرد أقول لك غرامة. بس احنا نريد المصور ايضا يصور لنا حاله الازدحام. صور لي هاي الحاله مركبات النقل الخاص الحكوميه. يعني احنا ما كان اتفاق وياهم هيك. هاي سيارتين واحد يقبط ورا الثاني باوع. شلون قطع على الشارع؟ قطع على الشارع. قطع على الشارع. رقم المركبه 205 وعندك هذا. وطبعا احنا سيدي نشوف حالات الزخم المروري اللي يصير بسبب المركبات. وين وصلت؟ عبر الباب الدروازه واذا يمكن اطلع وياي. العفو. لا اطلع وياي شوف. خلي يطلع سيدي على مود احنا نمشي حركه السير المرور. خلي يعبر.